السلام عليكم، يا هلا يا ريا. هذا هو الـ lesson report. This is the lesson report. Let's go and see what we did today. So today we had the self introduction. We had the book Emirati. حد نعطيه اللون الأخضر. Let's give it a green color. We did the new words, of course. Let's go for the new words. روح الآن. اليوم الجو بارد. الرياضيات أسهل من الفيزياء. العربية أصعب من الإسبانية. مطر نادر. ساعة ساعات. For the self-introduction. كيف حال الشغل؟ كيف حال العيلة؟ كيف حال صحتك؟ In your case, it will be صحتك. كلش زين. أنا بحب القراءة والتدريس. وإنتي؟ أنا بحب السفر والتسوق والطبخ. أنا مخطوب متجوز من 5 سنين. أنا متجوز من 5 سنين. وإنتي؟ أنا مخطوبة. This is it for today. Hope you practice that and see you soon. Let's go for the new words. Sorry, the book. أحلى أحسن مطعم. مايد. شباب أنا وايد جوعان. حد يطلب لنا غدا. راشد شو تبون؟ أنا بطلب لكم في مطعم بيتزا فنان على شارع الشيخ زايد. مايد أي واحد؟ راشد ما أعرف شو اسمه. رسوفوفو رسوفوفو شي جي. أحمد قصده رسوفيفو. راشد يلي هو. أحمد بس أنا البارحة ماكل بيتزا، خلونا ناكل شي ثاني. مايد أي شي يا جماعة، المهم آكل. راشد إنزين إنزين يا أبو كرشة بتاكل. أحمد شو رأيكم نسير كلينتون ستريت بيكنج كومباني، وايد يمدحون أكلهم. مايد سمعت عنه بس دوم زحمة وما تروم تحجز طاولة. راشد انزين خلي نسير ونشوف. This is it. I sent you the screenshots of it. Hope you practice that and see you soon. شكرا. Thank you. Bye bye.